مرة أخرى نلتقي لمواصلة الحوار حول خطاب السيد رئيس الجمهورية وأثره على إمكانيات استتباب الأمن والاجتماع الذي ينتظر أن يتم في الاتحادية بعد ساعات معدودات، وإمكانيات التئام القوى الفاعلة في هذا الاجتماع من عدمه. السؤال للدكتور عماد جاد، غدا ذكرى جمعة الغضب 28 يناير 2011، السؤال سيدي، هل المتظاهرين الذين سينزلون إلى الشارع ستظل مواقفهم كما هي، أم ستزداد غضبا، أم ستكون مترقبة لما يمكن أن تسفر عنه اجتماعات الاتحادية؟ طب أنا بس عايز أقول جملة في الحوار السابق، وهو أنه أتمنى ألا نتعامل مع المسألة على أنها اللي في كوبري قصر النيل أنها هي 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 المشكلة في ذاتها، هي أعراض لأمراض، والمرض سياسي وحملت فيه الداخلية وتحملت فوق طاقتها ودفعت ثمن عالي، سواء من خلال تقديم ضحايا أو من خلال تشويه سمعة وإسقاط هيبة. والآن أنا كل ما أخشاه أنه يزجب الجيش مرة تانية، ما صدقنا الجيش رجع ورجع لمهامه وحوالينا أوضاع متفجرة. يعني شوف، الزج بالداخلية والشرطة هو فشل للسياسة، حينما تفشل السياسة تلقي مهام فشلها على الأجهزة الأمنية ثم القضاء. لا، والقضاء قضاء يعني طول، يعني القضاء ما مستهدف فبالنسبة لحركة الشارع، أنا عايز أقول لحضرتك لا أحد يدعي الفضل في تحريك الشارع في 25 يناير. الشارع حرك نفسه، وجزء كبير من المصريين لأول مرة نزلوا 25 يناير، ناس عادية جدا، ناس رفع رغيف العرش يقول لك ثلاثة من ده، هو مش قضيته لا حوار وطني ولا جبهة انقاذ ولا غيره، هو قضيته العيش، يقول لك بيأكلونا بالكبونات. طب ثلاثة رغيف، كلنا نعرف القرى والأرياف والبتاع بيعتمد على المكون الرئيسي في الأكل العيش، وبعدين يكمل بالغموز اللي بيسأل. يعني يجيب طعمية بس يكتر بالعيش وطعمية قليلة لأنها أغلى، فبالتالي أنت لما تيجي تحدد له ثلاثة رغيفة يعني رغيف في الوجبة، والراجل الفلاح بعد شقاه وكذا عايز خمس ست رغيفة من العينة دي، فتقول له ثلاثة في اليوم، ده فارق مع الناس. يعني واحد يقول لك، وأنا لما أعزم واحد دلوقتي أقول له هات رغيفك معاك. يعني عايز أقول إن المسائل على مستويات مختلفة. بالنسبة للشارع، أقدر أقول لحضرتك من دلوقتي، من سيتابع اجتماعات القصر الجمهوري بكرة هو النخبة. لا بلاك بلوك هيتابع، ولا ألتراس هيتابع، ولا حزب كنبة هيتابع، ولا الناس العادية هتتابع. كويس، ده حوار نخبوي حتى الآن. طب احتمالات نجاح الاجتماع بكرة إيه؟ بص، أنا مش عايز أبقى زي الغراب البتاع دوت اللي عمال أقول حاجات متشائمة، بس أنا بقول لحضرتك من هذه اللحظة وبحكم علاقتي أو إدراكي لموضوع جبهة إنقاذ، الذي سيذهب غدا وفق هذه الدعوة سينتهي سياسيا، يعني سياسيا قدام حزبه أو قدام مجموعته. يعني أنا متأكد أن جبهة الإنقاذ بمكوناتها الرئيسية، من أول الوافد للديمقراط الاجتماعي، للمصريين الأحرار طبعا، للتيار الشعبي، للتحالف الشعبي، للمؤتمر لأنه مبقاش حزب رسمي بس عمرو موسى، نعم الدستور طبعا. يعني إيه اللي هيروح؟ شوف اللي هيروح: البناء والتنمية، حرية وعدالة، حضارة، نور، وسط، مصر القوية، دكتور سليم العوة، وأيمن نور، دول اللي هيروح. وبالتالي ده استكمال للحوار لجلسات الثمانية. احنا عندنا اول صور دلوقتي عادت مرة اخرى وضعية السويس. طب الآن انا قلت لحضرتك من قبل ما تبدأ. واضح ان احنا يعني واحنا دلوقتي الساعة واحدة، الساعة واحدة ولو اتكسر انتهى الموضوع. التعبير يقول لك الناس كانت بتنزل الساعه واحدة، يعني بعد احنا بعد حظر التجوال بساعه والناس ما زالت. وعلى فكره يا استاذ عماد، مش كل دول كانوا ناويين ينزلوا. يعني اكيد على الساعه واحدة صباحا كانت الناس دي هتبقى نايمه في بيوتها، بس نازله كنوع من التحدي. وانا اعجبت جدا وبقدر اللي قاله قائد الجيش الثالث الميداني، قال لك يعني انت هو مش محتاج تعمله ده كله، هو الراجل بيتعامل مع طبيعه وتركيبه المجتمع اللي قدامه، واحدة عايزة يوصلها يوصلها. انا شايف اهو سيارات ماشية في الشارع، ناس موجودة في الشارع. ده نوع من التحدي. عشان كده عايز اجاوب على سؤال حضرتك بشكل واضح. حركة الشارع تسبق الجميع. حركة الشارع تسبق الجميع. بكرة الدعوات بدأت على الفيسبوك وعلى الاس والكلام ده كله على الحشد لجمعة الغضب، وهتبقى حاشدة. هو التحدي دلوقتي هل جبهة الإنقاذ عندها القدرة على إنها
تقرب من ايقاع الشارع ولا الشارع يتجاوزها ويدوسها؟ احنا كل خوفنا ان الشارع يدوسها، وكانوا شبه منبسين اداس عليهم. لكن البيان بتاع امبارح لانه هي في مطالب محدده كويس، وقايلين حوار مع شخصيه مستقله. يعني بيني وبينك مجلس الدفاع الوطني اللي قاله دكتور معتز انا موافق جدا، وزير الدفاع يعني يمشي الحوار والناس هتروح ساعتها. لو كانوا هم اللي وجهوا الدعوه. خليني اقترح حاجه استاذ عماد، ربما رئيس الرئاسه تكون بتسمعنا النهارده. يجتمع مجلس الدفاع الوطني مره ثانيه بكره الساعه 11 12 ظهرا، ويطلع بيان يوضح فيه انه ان هو ده الحوار ده هو اللي يقصدوه، وانهم ملتزمون بنتائجه، وانهم كذا وكذا وكذا. يبقى عندهم لازم دعوه جديده من عندهم. والله يبقى عندهم انا مشكله. لا ما يبقاش يعني ما يبقاش في مؤسسه الرئاسه. والحقيقه ما احنا فاكر حضرتك استاذ عماد مره قلنا العاقل وبالذات السياسي هو من يجعل العقلاء يختلفون معه وليس عليه. صح. احنا بقينا في وضع بقى الخلاف على الدكتور مرسي. تسمحوا لي في نهايه هذه الحلقه اشكركم جميعا على وقتكم وعلمكم، ونقول للساده المشاهدين غدا نستمر في طرح نفس الملفات، وبندعو الله انه غدا يمر بهدوء وبسلامه، وليحفظ الله مصر من كل سوء.